أول رد فعل رسمي تعلنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. كوريا الشمالية تحمل واشنطن مسؤولية الحرب في أوكرانيا وتثير الرعب بإطلاق صواريخ فرط صوتية في وقت حساس، وزيارة سرية للزعيم إلى روسيا تثير التساؤلات. تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بالتزامن مع الحرب الأخيرة على أوكرانيا. هو ما أثار العديد من التعليقات الساخرة بشأن هذه الزيارة. وفق عمليات البحث التي أجراها فريق العمل لدى قناة المجلة عن الفيديو المتداول، تبين أنه يعود إلى استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية، وذلك في إبريل عام 2019. جاءت هذه الزيارة بعد فشل محادثات هانوي بين كيم ودونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وبالفعل تعهد الزعيمان الروسي والكوري الشمالي عقب لقائهما حينها بتعزيز العلاقات بين الجانبين. في أول رد فعل رسمي تعلنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كوريا الشمالية تحمل واشنطن مسؤولية الحرب في أوكرانيا. أكدت رسالة وضعت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية وقعها ري جي سونغ الباحث في جمعية دراسات السياسة الدولية قائلاً أن واشنطن تحقق تفوقاً عسكرياً مزدرية طلب روسيا المشروع بشأن أمنها. أضافت أن السبب العميق للأزمة الأوكرانية أيضاً يكمن في استبداد وتعسف الولايات المتحدة. اتهم ري الولايات المتحدة بتبني معايير مزدوجة حيال بقية العالم وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم السلام والاستقرار، مع إدانتها بلا داع لإجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها هذه الدول لضمان أمنها القومي. كتب في الرسالة أن الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة تهيمن قد ولت. فيما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد بعد شهر شهد نوعاً من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين. قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد باتجاه الشرق من دون أن توفر مزيداً من التفاصيل. أجرت بيونغ يانغ 7 تجارب على أسلحة في يناير الماضي، بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017. لكن محللين قالوا إن كوريا الشمالية أوقفت الاختبارات مؤقتاً خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين، ربما مراعاة لحليفها الرئيسي الصين. حذرت كوريا الشمالية الشهر الماضي من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ عام 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة بعيدة المدى. تأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 مارس.